السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. انا راني صباح الحمد لله. نتمنى نتوما تانا تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم اون ريسيت تاع اون غاناش شوكولا بلون، تجي بزاف بنينه، بزاف خفيفه وسهله. الناس اللي ما تحبش لا شانتي ولا لا كريم او بار راح تحبوا بزاف هاد لا ريسيت. اي سورتو كما قلت لكم سهله وتوجد بالخف، ماشي كومبليكي سورتو المبتدئين في هذا المجال. الوغ قبل ما نبدا معكم الوصفه نقول لكم ما تنساوش تشجعوني بلي جيم تاعكم، لي كومونتير تقولوا لي واش رايكم، اي سورتو البارطاج مع احبابكم باش تعمل فائده او ميم طون تاعنا تكبر القناه تاعنا، وما تبخلونيش بلي جيم تاعكم. الوغ ندوزو ديريكتومون لا ريسيت. الوغ كيما قلت لكم لا غاناش او شوكولا بلون واش نسحق في لا ريسيت تاعي. هنا عندي 400 غرام تاع شوكولا بلون، كيما راكم تشوفوا عندي لا مارك تاع ليدل بالنسبه للناس اللي عايشه في فرنسا. بالنسبه للناس اللي عايشه في الجزائر ابارامون سمعت بلي شوكولا دادا مليحه، شوكولا بلون تاعهم مليحه والله اعلم، يعني استعملوا شوكولا اللي تكون كاليتي تاعها شابه، فوالا نوعيه جيده. عندي 400 غرام كما راكم تشوفوا، انا كل وحده فيها 200 غرام هايليك تاع ليدل. انا يعني صراحه هنا في فرنسا استعملت كاع لي شوكولا وعجبوني وخرجوا لي نتيجه شابه، بصحتو تاع ليدل تاعنا مليحه هي وتاع انترمارشي. الوغ بالنسبه لا كريم ليكي عندي لازم تكون فيها 30% ماتيغ غراس للفوق، يعني ماشي قل باش تشد لكم وتطلع لكم بيان. عندي اون بواط نسحق نورمالمون اون بواط ودوك نشوف. قلنا 400 غرام شوكولا بلون، عندنا 260 غرام كريمه سائله. ندوزو ان شاء الله نبداو ديريكتومون لا بريباراسيون. دونك هنا في اناء راح نديرو، راح نحل الشوكولا تاعي. اللي تحب تقطع حقيقه صغيره تاعنا تقدر، واللي تحب ديرها في الميكرون تاعنا تقدر. انا مالفا نديرها في الميكرون، اليوم درتها لكم فوق النار هكا باش الناس اللي ما عندهمش ميكرون تاعنا يقدروا يديروها. الوغ هنا راني قطعت الشوكولا تاعي كيما كتشوفو قطع صغيرة، ولا تحبو تزيدو تقطعوها كتر تقدرو بالموس قطعوها صغيرة، ولا في روبو ولا عندكم روبو صحيح شغل تفتتها لكم برك، ولا هكا سي سوفيزون. الوغ هنا واش راح ندير، راح نجيب كاسرونة هايديك، راح ندير قلنا 260 كريمة. كما راكم تشوفوا 260 غرام، دوك راح نحطها تسخن مليح فوق النار حتى تغلي، ومن بعد نجي نفرخها فوق الشوكولا تاعنا هكاك لازم تكون تغلي. دونك فوالا لا كريم تاعي كيفاش راهي تغلي، دوك راح نحيها ونفرخها ديريكتومون فوق الشوكولا. راح نحركها غير هكا شويه ونخليها هكذايا حتى تذوب شويه ونبدا نخلطها. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خليتها الشوكولا ولا كريم ليكي تاعي شويه هكذا، شوفوا ندور هكا نشوف بلي بدات تذوب، راح نبدا نحرك بالفوي. سي امبورطون نخلوها هذيك او موا 30 سكوند هكاك حتى كي تذوب. شوفوا هنا كي نبدا نحرك راح نشوف بلي الشوكولا تاعي دابت. لازم نتاكد بلي دابت لي مليح وما قعدوش دي مورسو فيها هذيك، واللي شافت بلي ما دابتلهاش تحطها فوق الباماري وتقعد تحرك حتى تذوب لها هكذايا كيما راكم تشوفوا دابت مليح.
راح نجيب لي فيلم اليمونتير هكذايا ونفيلم لاكاناش تاعنا او كونتاكت لازم نلصق فيها كيما راكو تشوفوا هكذا هكذايا وراح ندخلها الفريجيدار نخليها ولا حبيت نخدم بها غد من داك نخليها ليل كامل في الفريجيدار ولا اوموان 6 سوايع في الفريجيدار واللي فريمون فريمون مزروبه وحبتها بالخف ديرها نص ساعه في الكونجيلاتور هذا ما كان ومن بعد نولي معاكم في لا سويت تاع لا غوسيت تاعنا الوغ هنا الكانوش تاعنا من بعد ما تجهزت عليها 6 سوايع شوفوا كيفاش تشدروها كيف نحو البابي شوفوا لا تيكستور تاعها قبل ما نطلعوها بالباتر هكذا تجي شاده روحها مليح هنا راح نرجعوها ان غاناش مونتي راح نطلعوها مليح بالباتر تاعنا بسم الله فوالا لا غاناش تاعنا كيفاش تجي شاده روحها ما شاء الله شوفوا شوفوا لا تيكستور تاعها تجي فريمون شاده روحها تري تري بيان الوغ هنا راح نعمرها في ان بوش ونوري لكم كي نحبوا نزينوا بها ولا نغلفوا بها اون تارت كيفاش نديرو كما قلت لكم شوفوا يعني ما شاء الله لا تيكستور تاعها تجي شاده روحها دوك نعملها في ان بوش ونوري لكم وهنايا راح نوريكم كي تحبوا تشبحوا بها الكاطو تاعكم فوالا كيفاش تجي وكيفاش تجي شاده روحها بسم الله هاي ليك يعني القوام تاعها يجي يشبه لا كريمونبير ليك دونك كما تشوفوا هنايا كما قلت لكم هادو هما الاشكال اللي نقدروا نديروهم بها وهنا وريت لكم يعني غير تمسوها بيدكم شوفوا كيفاش تجي تجي بزاف بنينه وبزاف خفيفه اي سورتو ماشي كومبليكي بزاف يعني المبتدئات يقدروا يخدموا بها ومن
نحكي لكمش على الكوب زب 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 بنينه سيرتو الناس اللي ما تحبش لا كريم او بيغ هذه الكريمه اكيد راح تعجبكم عندها بزاف استعمالات يعني نقدروا نعمروا بها لي كيك تاعنا نقدروا نديروا بها لي كوب كيك نغلفوا بها بزاف بزاف استعمالات حتى في لي ماكارون ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله راح نشارك معكم كاع يعني الحاجات اللي نقدر نعمر بيهم هاد لاكريم ايتو نقول لكم لحقنا نهايه لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم نتمنى ان شاء الله تشجعوني بلي جام تاعكم تبارطاجيو مع احبابكم وما تنساوش كومونتير تقولوا لي واش رايكم نقول لكم تهلاو في روحتكم نتلاقاو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله باي باي.